بين ومن تتوقعين أن تكون المباراة النهائية في ملعب البيت بالدوحة؟ في الواقع التوقع في هذه النسخة صعب جدا. جميع المنتخبات خلال السنوات الماضية، لا ننسى أيضا جائحة كورونا التي أثرت على تحضيرات بعض الفرق. صحيح. من خلال توقف الدوريات، من خلال توقف الاستعدادات. يعني إذا أردنا أن ننظر على أرض الواقع، فالأسماء تتغير، أسماء الفرق التي فرضت نفسها على الساحة الآن. ألمانيا ليست ألمانيا التي شاهدناها في كأس العالم الماضي. فرنسا أيضا هناك بعض المشاكل التي ظهرت بالاتحاد الفرنسي. هناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع، لكن أتمنى أن نشاهد منتخبات لم نعهدها سابقا في هذه البطولة. نريد أن نشاهد بلجيكا، نريد أن نشاهد عودة هولندا أيضا. نعم. إلى صحيح. هذه البطولة نريد أسماء جديدة، لأن نشهد اسم جديد يفرض نفسه في هذه البطولة. أنا أتوقع البرازيل أحد المرشحين لأخذ هذه البطولة، باعتبار هي تمتلك العناصر، تمتلك التجهيزات الكاملة، وأيضا تبقى هي البرازيل يعني أكثر خبرة من منتخبات في كأس العالم.